المرأة الآن يجب أن تشحذ فكرها ويجب أن يكون صوتها مسموع، عشان تستخدم الزر هذا يعني. لا مش تستخدم الزر، بس أنا أقصد لك يعني خلاص، يعني الفروقات الجسدية ما هي اللي أصبحت هي تحدد مين يكتب التاريخ ولا مين يصنع الثقافة. ولذلك يجب أن تشارك المرأة في كل شيء. لا، لازم يكون صوتها مسموع. ما تعتقدين أن المرأة لها خصوصية يجب أنها يعني تجعلها تطلع بشغلات خاصة بها دون الرجل؟ أنا أحس أن المرأة مفروض تسوي اللي هي تراه نفسها، يعني ما تحس أن هي علشان المجتمع يتوقع منها أن هي تملك تسلك هذا الطريق تسلكه، لا، تسلك طريق هي تختاره عن حب واقتناع. طيب أنت تحدثتي تحبين تقولين أنه أنت تحبين التمثيل كثير وأنك شاركتي كممثلة، وقبل شوي تقولين خلاص وقفت أنا ما راح. ليش؟ لأنك فشلتي في تجربة التمثيل؟ لا، أنا مستمتعت جدا لأني مثلت في أفلام أنا أخرجتها، فكان كنت مشتتة جدا بين التمثيل والإخراج، فأحس أن أنا أحس لقيت نفسي أكثر كمخرجة، أحس أحب الأفكار وكذا، أحس أحسن بالنسبة لي، أحس نفسي أكثر. لكن ما تزبطين كممثلة مع مخرج ثاني؟ ما أدري، يمكن، بس ما بس بطلتي تمثيل خلاص؟ أعتذر. تتوقعين أنك ممكن تبطين إخراج؟ لا ما أتوقع، يعني ما كل شيء بيد الله، لكن أنا أحس أن يعطيني نوع من الرضا عن النفس يعني. طيب إذا واجهتي مشاكل وضجة كبرى مثل ما حصل مع فيلمك نساء بلا ظل، ممكن هذا يخليك تتوقفين؟ ضجة كبرى، أنا يعني يعتمد على نوع الضجة، أنا ما أحاول أن أنا أزعج أحد، حتى في هذه الضجة اللي حصلت بشكل غير مقصود يعني، فأنا أتمنى أن ما يحصل ضجة مرة ثانية. طيب من هي مخرجتك المفضلة على الصعيد العربي؟ في مخرجات كثيرة على الصعيد العربي، مفيدة تلالي مثلا في صمت القصور كانت يعني الفيلم أعيدة كذا مرة، يعني فيلم جميل جدا، ما أدري كانك شفت فيلم صمت القصور، كان هند صبري لما كانت صغيرة تمثل فيه، فيلم جميل. طيب أنت اخترتي مهنة غير موجودة حتى عند الرجال في المجتمع السعودي كثير، فمن باب أولى يعني أنها ما تكون مألوفة للنساء، وهي الإخراج. درستي الأدب الإنجليزي وتخرجتي من جامعة في الخارج، خارج السعودية، هل يعكس هذا طبيعة متمردة عند هيفاء المنصور؟ متمردة؟ لا، أنا ما الناس تسميه تمرد، أنا أسميه أن أنا أبي أسوي اللي أنا أحس أن أبي لنفسي، يعني أنا أسوي. الناس يعني ما تفهم ولا في خلاف مصطلحات ولا وشلون؟ أنت تقول الناس تسميه تمرد وأنا ما أعتبره تمرد. أنا ما أعتبره تمرد، أعتبره أن أنا أبي أسوي شيء أنا أحبه، لكن الناس تعتبره أنه تمرد، فهذا يعني ما يعني إذا كان هذا هو التمرد فيمكن تمرد، لكن أنا ما لا أقصد أن أنا أكون متمردة لو كان هذا. طيب أنت تقولين أيضا بالعودة إلى شكل من أشكال التمرد في تقدير بعض الناس أيضا، تقولين في تصريح صحفي لكل شيء بدايات تحفز من ظهوره ونموه، ونحن مطالبون بإيجاد هذه البدايات وليس انتظار ظهورها فقط. كنت أتكلم عن السينما. تتكلمين عن السينما ولا عن المرأة؟ لا، عن السينما. يعني كنت أتكلم أقول عن السينما، يعني هم يقولون يعني ليش تسوين أفلام وكذا، بس يعني أحس أن السينما ثقافة وأن هي لازم تكون جزء من ثقافتنا يعني. فصناعة حتى لو أفلام بسيطة قصيرة زي أفلامي ممكن تساعد أن احنا نبتدي ننظر إلى السينما بشكل جدي. طيب حواراتك الصحفية من الواضح أنك تريدين أن الرجل يتغير عشان يتواكب مع موقفك وأفكارك، متى تعتقدين أنه هذا يعني سباحة ضد التيار، تغريد خارج السرب؟ أنا ما طالب الرجل أنه يتغير، هو طالب المرأة أنها تتغير. أبي المرأة تتغير، أنا أبي المرأة تصير قوية وتصير واثقة من نفسها أكثر، لكن الرجل يبي يتغير، فأنا أتمنى أن الرجل يتغير. لو فتح للمرأة مجال الترشيح للانتخابات البلدية ترشحين نفسك؟ ما أتوقع، لكن ممكن أشتغل مع واحدة أنا أؤمن فيها جدا وأساعدها يعني، بس أن أنا يعني لا أجد نفسي في الدائرة الانتخابية وأشياء، أنا فنانة يعني أحس الفن أكثر يعني من الإدارة والأشياء. وش مشروع فيلمك المقبل؟ والله فيلم المقبل راح يكون إن شاء الله، أتمنى أنه يكون فيلم روائي طويل، كل اللي أقدر أقوله أنه أنا أحب أنه يكون فيلم شفاف يصل إلى الناس ومنهم. اخترتي الموضوع؟ لا لسه، عندي كذا فكرة فما لسه ما أيضا قررت. قضايا محلية اجتماعية؟ أكيد قضايا مهتمة بالهم يعني سعودية، ما
أنا يعني أستسقي قوتي من مجتمعي، فما أتوقع أن أنا راح أقدم شيء غير سعودي. شكرا لك هيفاء منصور. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة على متابعة هذا الحوار، حتى ألقاكم في حلقة جديدة من إضاءة هذا الترك الدخيل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.